انا اسمي يحيى زايد. انا شايف ان المرأة في الثورات العربية كان ليها دور كبير. يمكن المشكلة ما كانتش في مشاركتها، ولكن كانت في التغطية الإعلامية وفي مفهوم الناس لمشاركة المرأة. يعني انا شايف في المظاهرات المصرية او في الثورة المصرية من يوم 25 يناير ولحد 25 نوفمبر، المرأة كان ليها دور مذهل. ما كانش حد متخيل ان الست ممكن تعمل كده. انا نفسي لما كنت في احداث محمد محمود واقف في الصفوف الاولى وببص جنبي الاقي بنات، كنتش متخيل ان ده حقيقي، ان في بنت واقفه بيتضرب عليها غاز، بيتضرب عليها خرطوش، بيتضرب عليها مطاطي، وممكن يتضرب عليها رصاص حي، ورغم من كده واقفه، يا اما بتساعد الولاد اللي جوه، يا اما بتحاول تشوف طريقه ان هي تخفف اثار الغاز عنهم. البنات كانوا فعلا موجودين في كل لحظه. يمكن المشكله تعاطي الناس مع فكره وجود البنت كان هو اللي مختلف. الناس كانت متجاهله كل الاخطار اللي البنت بتواجهها.